شو بدي اقول لك؟ خطاب شو لك يا خيي؟ شو النتيجه يعني؟ شو مش خطاب ايجابي، مش خطاب ل لا 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 بناء وطن، هذا خطاب لخراب وطن. شو بدي اقول لك غير هيك يعني؟ خطاب نصر الله ما ببشر بالخير للبلد، ورايحين على دمار شامل. ان احنا شايفين ما في ازدهار للبلد، ما بيوافق كل اللبنانيه. هي اول شغله. تاني شغله ما بعرف للحرب، ما بعرف ان شاء الله لا، بس بهالبلد وبهالمنطقه ما بتعرف شيء. هذا الموجودين فيه نحن هلا اقوى من الحرب، جوع وفقر وتعطير.